فكل مؤمن إذا طلب منه أن يسهم ولو بخيط إبرة أن يقوض دين الله مفترض أن يأبى. لا تكن يوما من الدهر لا بجاهك ولا بمالك ولا بقلمك ولا بسلطانك ولا بلسانك ممن يريد أن يهدم شيئا من دين الله، وليعلم أن دين الله غالب، أن ينال منه دين الله، وهناك من يسعى لهدم دين الله، لكن هؤلاء أخبر الله أنهم شر من الدواب، وتبقى أنت مسؤول محاسب على نفسك. لا يرينك الله تحاول أن تهدم أو تقوض شيئا من دينه، أما أن تعصي الله يقع منك زلة، يقع منك خطأ. كل بني آدم خطأوا، ولو كشف حال بعضنا لبعض لما دفن بعضنا بعض. نسأل الله السترة والمغفرة والعافية، لكن أن يأتي إنسان باختياره لنعمة أفاءها الله عليه ثم يجعل هذه النعمة في هدم دين الله، أو في صرف الناس عن عبادة الله، أو في صرف الناس عن طاعة الله، أو في تهوين أمر مثلا التوحيد في قلوبهم، أو غير ذلك مما شرعه الله، ما عظمه الله يجب أن يعظم. وعلى النقيض من ذلك، على العكس من ذلك، كما أن هؤلاء في أقل الدركات عياذا بالله، فإن من وفقه الله لأن يكون يبني في دين الله وينشر الدين ويعلي الكلمة ويحيي السنن، فهذا برحمة الله له في أرفع المقامات. ومن هنا تفهم قول الله ومن أحسن دين، تفهم قول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما إما أنه لا أحد أعظم من الله، فلا أحد أعظم ممن يدعو إلى الله. فالله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.